اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف 372 توصية، وذلك بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر. وتمثل التوصيات نحو 5 موضوعات رئيسية، حيث تكررت في أكثر من موضوع، وهو ما يعني اعترافا ضمنيا من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان بأن سجل حقوق الإنسان في مصر يشهد تطورا ملحوظا، لا سيما وأن وفد مصر الرسمي والممثل للدولة لم يبدي أي ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة. وأقر الوفد أمام المجلس بأنه يعطي لنفسه الفرصة لدراسة هذه التوصيات بشكل متأني، وستبدي الحكومة رأيها في موعد غايته فبراير القادم. وكانت 97 دولة قد أعربت عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان.